في حين تصارع الهدنة القائمة للوفاء بساعاتها 72 وعدم الانهيار قبل موعدها المقرر، يواصل المبعوث الأممي جهوده للتوصل إلى اتفاق لتمديد وقف الأعمال العدائية ومد عمر الهدنة إلى أجل آخر. في الرياض يجري المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مشاوراته مع الطرف الحكومي وقيادة التحالف الداعمة للشرعية في اليمن لبحث إمكانية تمديد وقف العمليات العسكرية لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق سلام طويل الأمد في البلاد حسب قوله. وفي بيان له قال ولد الشيخ إن وقف الأعمال العدائية في اليمن لا يزال هشا ولكنه متماسك إلى حد كبير. حتى التناقض الظاهري في حديث ولد الشيخ ربما يبدو التوصيف المناسب للحالة القائمة في الوقت الراهن، فالهدنة كانت منذ لحظاتها الأولى عرضة للكثير من الخروقات من جانب ميليشيا الحوثي والمخلوع، وتوشك أن تنهار في حال ردت القوات الحكومية والتحالف على هذه الخروقات بعمليات عسكرية مشابهة. ولد الشيخ أكد أيضا أن هناك تحسنا في الوضع الأمني العام في صنعاء وعدة مناطق في اليمن، على الرغم من الحالات المبلغ عنها من انتهاكات في مناطق أخرى مثل تعز والحدود مع المملكة العربية السعودية، وهي ذات الحالة التي تحدث دائما مع كل هدنة، مع التزام التحالف والقوات الحكومية بوقف العمليات العسكرية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، بينما تستمر الميليشيا في حربها التي لا تراها على أنها حرب، ولا يبدو أن المبعوث الأممي يعتبرها مشكلة أيضا.